صباح النور، كي صبحتوا؟ كل شيء على خير. اليوم غنبدا لكم الفيديو من زنقة. غنبدا لكم من سميتو حيت خرجت فقط في حقيقه. اليوم ما ترينيت لان البارح كنت ترينيت، كندير نهاريه ونهار لا باش ما نهلكش لي ميسكل ديالي، لانني يلاه باديه خصني ما نبداش مجهده. هذه نصيحه نعطيها لكم، الواحد ما يبداش مجهد ديك الساعه مين يولف في الرياضه، عاد ديك الساعه يبدا يدير كل نهار لا باك ولا نهار. المهم قلت لكم البنات صافي خرجت عندي، كان عندي رونديفو الصباح بكري باش تقضيت الاشغال ديالي وداكشي. دابا انا راجعه للدار، عاد غنطيب، عاد غنجمع الكوزينه، ما بقي ما جمعتهاش. ايوا غادي بغيت نهضر معكم في واحد الموضوع قبل ما ندخل، لان ملي غندخل ما يكونش عندي الوقت. دونك بالنسبه للمدرسه ديال الدراري، كنت داك النهار فاش درت لا فيديو قلت لكم لا ما غنصيفطش ولادي صراحه، ما غنصيفطهمش. وهذا اليوم ماشي اليوم، البارح جاباهم قال لي لا راه صيفطوا لنا واحد الميل ليكول وها شنو كاين، راه كيديروا لهم زعما لا ستيريليزاسيون ولا شنقول التعقيم، كيديروا لهم التعقيم في الباب ديال المدرسه، واحد لاباغاي وداكشي دايرينها اليوم. يعني كيدوزوا كل تلميذ كيدوز من تما كيغسل يديه كي هذا لي ماسك طبيعه الحال، لانه ما قالوا لي ماسك قبل من الشهاده من المستوى الخامس غيبداو يديروا الدراري لي ماسك. يعني شهاده دابا راه في الكوليج غدير الماسك ديالها اوبليغاتوار. شنو اخر غادي يعقموهم، غادي زعما غادي يكون داكشي سيفير، ماشي زعما غادي يستهنوا بالامر ولا هذا. وكانوا صيفطوا لنا ميل وقال لكم داروا واحد الدراسه بانه الدراسه عن بعد ما كتكونش بحال الدراسه اللي في بريزونسيال اللي في القسم. يعني الناس اللي كيحضروا في القسم ماشي سي فري راه تكون المردوديه ناقصه، لان الدراري ماشي بحال زعما. صراحه انا كنت شاهد كنت متبعه، ولكن ولدي الاخر واخا هكاك كنحس به مره لا دخلت للتسعود لا مره باقي ما بداش الكوغ لا راه كتعرفوا ملي كيبدا داك لاج وكيبدا داك سميتو كيبداو شويه هذا. يعني المردوديه ما كتكونش هذا. وقال لي من ذكرنا انا وراجلي وداكشي قال لي لا ما يمكنش انا غادي نغامروا بسميتو. شوف بنتنا غتمشي غتحضر راسها خاصها تتعلم، لان راه تبارك الله راه بدات تفهم بدات تعرف، خاصها تتعلم خاصها هذا. كورونا كاينه ما عندنا ما نديرو زعما. يعني شي حوايج لي بزمننا خصنا نديروهم، خصنا يعني شنو بغيت نقول لكم، نتعايشوا مع الامر، نتعايشوا مع ضروري. انا ما نكذبش عليك فاش قال لي البارح والله تصدمت، لان انا عواله على ولادي ما غيمشيوش. مين بقى كيهضر معايا وقنعني زعما صراحه قنعني داكشي، انا ماشي كنقنعكم، مي كل واحد حر في راسه، كل واحد ماشي قنعني 100% مي واحد 20% بقات عرفتوا الام مسكينه الكبده ديالها كتخاف على وليداتها وداكشي. مي من هضر لي على القرايه وهضر لي سنه غينا في القسم سنه غينا هذا راه غادي يديروا ليهم غادي يحتاطوا غادي يصوبوا غادي هذا. دونك قلت غنصيفطها في يد الله وكلنا رحنا في يد الله. هادشي اللي كاين، انا جي شونجي دافي، بغيت نشاطرها معكم كيف ما قلت لكم دابا انا جي شونجي دافي. اليوم كان هو اخر اجل لنا خصنا نسنيو باش يحضروا وليداتنا في ليكول. بالنسبه لبنتي ولدي راه مازال ما داروش معانا، مازال ما صيفطوا لنا والو، حيت ماشي ميم ايكول، لان بنتي حولتها من ليكول ماشي ميم ايكول. وهي بالنسبه ليها اليوم لو ديغني جوغ، يعني البارح سنينا ديك الورقه بان راه بنتي غتحضر. ايوا ما نكذبش عليكم، خايفه و او ميم طون كنقول لا عندهم الحق، راه خص الوليدات يمشيو. لان اولا شي بنتي راه ما خرجاتش من مارس، تخيلوا، لان ما كناش كنخرجوا، ومن مشينا سافرنا ما مشيناش، مشينا من دارنا لديك الفيلا اللي عند الناس، يعني ما كناش كنخرجوا. يعني خصها تكونفرونطا مع الوليدات، خصها هذا. ثاني حاجه كيبقاو جالسين في الدار، واخا شاهد كدير لي ديسان، واخا شاهد كدير سميتو، ولكن كيبقاو مقابلين بورطابل، كيبقاو مقابلين الايباد، كيبقاو مقابلين راكم عارفين. ماشي هي كتقرا اي لي سيريو زعما معقوله وكتسميتو، مي ماشي بحال في القسم. القسم كاين واحد شنقول لك، واحد ماشي سانسيريتي، مي شنقول لكم، يعني مي كتمشي القسم ماشي هي في الدار سنه غينا فوا، كيكون الاستاذ بعيد ماشي هو هذا. في يعني تقدر تفهم شي حاجه تقدر ما تفهمهاش، وما يمكنش حنا نبقاو تابعينهم نفهموها لا انا لا باها لا هذا لا سميتو. دونك انا ما كنتش مقتنعه، مي قلت لكم اقتنعت، ولكن 80% عافاكم. بغيتكم في الكومونتير الله يجزيكم بخير قولوا لي نتوما باش قلبي يطمئن، واش غتصيفطوا؟ حيت قال لي هو معاه في الخدمه الناس كلهم غادي يصيفطوا زعما لي باترون ديالهم وكلشي غيصيفطوا وليداتهم. دونك كنقولوا علاش انا بنتي مالي انا زعما كلشي عزيز عليه ولادو، راه ماشي انا بوحدي اللي عندي بنتي فهمتي.
قولوا لي حتى نتوما في الكومونتير واش غتصيفطوا وليداتكم، حيت ديك النهار مين كنت قلتها ما بقيت سميتو، ولكن ما كانوش كيقولوا، ما عرفتوش واش غتصيفطوا ولا لا. قولوا لي واش غتصيفطوا وليداتكم، قولوا لي واش راه كلشي في يد الله، راه انا دابا كنخرج وكنتعامل مع ناس وكنمشي للبوسطه وكنمشي لهذا وكنقبض لي كارطون وكنقبض لهذا، واو ميم طون انا ما كنعرفش، كنعقم يدي وكندير وكندير ماكسيموم، ولكن واخا هكا كتقولي كتخافي، كدير الماسك ديالك وكديري الاحتياطات ديالك وكتخافي. المهم كلشي في يد الله، غير انا بغيت قلبي يطمئن، عافاكم قولوا لي واش غتصيفطوا وليداتكم، باش حتى لقيت الناس بزاف بعدا مشجعين. الا لقيت الناس مشجعين بعدا قلبي غادي يبرد شويه، ما بقاش نقول غير انا وهذا وداك الشيء. ايوا هذا الشيء اللي كاين البنات، دونك اش نقول لكم في يد الله. حاجه اخرى، من مارس ما خرجاتش، راكم عرفتوا راه الدراري كيكبروا، راه تبارك الله 5 شهور هذه دغيا تبارك الله كتزاد وكتكبر وهذا، والحويجات ديالها كنظن بان راه تقريبا حتى حاجه ما غتبقى تجي قدها. دابا عاد غندخل ان شاء الله من سالي الغدا وداك الشيء، ونشوف تقيس داك الحوايج، نجبد لها البلاكار ديالها كامل، واخا هي قالت لي قديتو وداك الشيء، مي ماشي بحال الام اللي كتعرف. غادي نشوف البلاكار ديالها، نحاول زعما نشوف الحوايج اللي هذا ولد الحوايج نحيدهم اللي صغاروا عليها، ايوا نشوف شنو غندير باش نمشي نكسيها، باش لان ما عندها غالبا غيكون كلشي صغار عليها. المهم اي حاجه غادي نشاركها معكم ان شاء الله باذن الله. ايوا هادشي اللي كاين البنات، دونك ما نقويش عليكم قوه الهضره. قولوا لي في الكومونتير ديالكم عافاكم، قولوا لي واش غتصيفطوا وليداتكم ولا ما غتصيفطوهمش. صافي هادشي اللي كاين، دونك خليتكم على خير، نتلاقاو ان شاء الله في الكوزينه. عدت اليكم من جديد البنات. المهم صوبت الفطور ديالي هنايا، درت البيض البلدي، درت ليه شويه ديال الملحه وشويه ديال الكمون شويه ديال السودانيه، هنا درت لافوكا درت فيها شويه ديال الزريعه، هنا عندي ميها، وهنا عندي القهوه ديالي، اهم حاجه اهم حاجه. دونك البنات هذا هو الفطور ديالي. دونك البنات اول حاجه غادي نبدا بها، عندي هنايا واحد الحيمات ملج، غادي ندير العطريه، عندي هنا الكمون، عندي بزار، اوبس هذا البزار هذا ديما كنساه، ديما كيخرج بزاف حتى قهوة. عندي هنا خرقوم، سكينجبير، وعندي التومة، عندي دابا شوية الماء، كندير الماء سخون باش نسبق، صافي نديرو يتشحب. هي في الحقيقة أنا كنت باغا نطيبو في الطاجين، ولكن الطاجين كيتعطل، هذا هو المشكل، كيتعطل داكشي علاش مثلا غنطيبو شوية في الطاجين وعاد نديرو، من بغي نصب نديرو في الطاجين، نربحو الوقت. صافي البنات غنديرو يتشحر مزيان، ها نتوما البنات راه مكنشحرش بزيت البلدية باش عارف، قولو مكنسمعش كلامكم. دونك صافي غنديرو يتشحر، دايره هنا الماء يسخن باش سميتو، ولادي راه ما كياكلوش اللحم، ولكن راه عرفتي ولدي الكبير في الحقيقه اللي كان عندي معاه مشكل، هو اللي بحال كيتبعوه ملي كيشوفوه تيدير شي حاجه تا هما تيتبعوه، دابا ملي مشى وليت شويه كنحاول ندخل ليهم داكشي اللي خصو يدخل. انا غادي نأسيي، تيقولوا لي اللحم، المهم غادي نطيبو مزيان، نطيبو زبده، هذا اللحم بكري. صافي غنديرو يتشحر، ندير شويه ديال الملح نتحط فيها العطريه، يتشحر مزيان ونتلاقاو بعد لحظات ان شاء الله، يتشحر وغادي نمرقو وغنديرو يطيب. صافي وغادي نقول لكم شنو غادي ندير ليه، نسيت الملحه البنات، هذه لقيتها عندي في ستوك. عرفتي شنو ديك المره فاش تسالات لي الملحه كنقلب عليها، انا عارفه راسي عندي وحده بحال هادي، كنصيفطها ليا واحد الصديقه ديالي وكنقلب عليها ما لقيتهاش، قلت بوتيت راني استعملتها وما عقلتش، مع كتعرفوا مع العطريه داكشي ما يمكنش تبقى عاقله، ولكن عند بالي راه كاينه اليوم، وانا ندخل راكم عارفين راه صيفطت معكم الصدق، وانا ندخل وهي تبان ليا عرفتي بحال قال لي ربي سيري شوفي هذيك، وتخيلوا هذيك الملحه الاخرى هذه هذه، ما نكذبش عليكم لا ما عجبتنيش بزاف، ما عجبتنيش ما عجبتنيش، وكنحس بالملوحيه كتبقى داك الملوحيه في فمي، اي تخيلوا واحد القضيه، ما فهمتش انا هذه القضيه. المهم قول لي على سلامتك، اون اتوندون يحلوا لينا هو فولي، غنصدعكم شويه، هذه هي الملحه هذيك
بنتلي مغشوشه اون اتوندو يتحلوا لينا لهذا يخليونا زعما نمشيو ان شاء الله نجيبوها من بلاصتها ولا نشوف هنايا قالوا لي بنات ما تاخذيهاش مطحونه خديها هكا ما تاخذوهاش البنات مطحونه ما تلقاوها مطحونه ما تاخذوهاش صافي البنات يتقلى ونمرق وغنسد عليه وندوز شنو غندير المهم البنات ما تديوش عليا الله يرضى عليكم ما تديوش عليا خصكم نسات البصله عافاكم ديروا في البصله الاول شحروا اللحم بالبصله ايه واش غنقول لكم اوغوزمون اللي تفكرتوا العقل العقل عامر العقل عامر ما تديوش عليا شحروا اللحم بالبصله والثومه والعطريه وعاد ديك الساعه مرقوا ما ديروش لاكاف ديالي انايا والله الا عرفتي كنقول دابا شنو كنتخيل ديك كنقول غنحطو في الطاجين بديك الدغميره وانا نقول دغميره ويلي فين هي البصله ما تديوش عليا صافي نسد عليه المهم غادي نشحرو مزيان دونك البنات من بعد ما قول اللحم طاب واحد 90% دابا غادي نزيد ليه الزيتون هنايا مسلاله صافي وغادي نخليه يطيب على خاطرو غادي نقص عليه العافيه سمحوا لي على الصداع صافي هادشي اللي كاين درت الشليضه راه تنشاركها معكم لا صوص اللي غادي ندير سهله صافو لي فخيت راه كيطيبوا وغنشوف نجمع الكوزينه ونرجع لكم دونك البنات هنا درت لهم سلطه دو فروي غنزيد لهم هما ياغورت لي ماشي ناتور فاني انا داك النهار جاني حلو ما نكذبش عليكم ما بغيتش نكثر الحلاوه هما ماشي مشكل هما باقيين صغار واخا ياكلوا زعما الحلاوه المهم ما كنكثرش لهم راه دايره لهم الريجيم ولكن مره ماشي مشكل انا بالنسبه ليا لا دونك غادي ندير جوج ديال ياغورت هنايا وانا ديالي ها هو عزلته غندير فيه شويه الحامض ولا بلاش غير هكا كندير فيه شويه الحامض صافي كنبغي انا لوغو ديال الحامض وصافي صافي نخلطو كيجي فن هو في الحقيقه ولكن انا ديك النهار من كليتو جاني حلو دابا حيت صافي اللسان ديال فمي كيتعود على المسوسيه ما كيبقاش اي حاجه كليتيها حلوه كتجيك حلوه ومع لي فخوي حلوين ايوا زادو كملو هما بالنسبه ليهم ماشي مشكل صافي ها هو ديالي ها هو درتو بوحديتو ودرت الشليضه هنايا ديال الخس مطيشه والخيار غنزيد عليها الفينيغريت اللي قلت لكم فنه كتبقايش مصدع راسك صافي ونخلط صافي لي فخي ديالي راه طابو طويجن راه طاب صافي دابا غنحط درت حكه نسيت ما قلت لكمش درت الخبز يسخن ديال الشعير باش نفسر لكم بالنسبه للصباح حيت عارفه راسي غادي ناكل الخبز لان المريقه ضروري ما تاكلي خبز لا انا لا شهيده فطرنا في الصباح درنا اومليت ما عرفتش واش صورت ولا ما صورتش والله ما عرفتش ما عقلتش نكذب عليك ولا صورت راه غنديرها لكم راه تكونوا شفتوها المهم حيت كنصور كنحط في انستغرام ما عرفتش واش صورت اليوتيوب ولا انستغرام المهم انستغرام راه كنصور ديما الناس اللي ما ابونيش معايا في انستغرام اليزيت ابوناو معايا في انستغرام ديالي والاخر والاخر ديال بيع الشراء والاخر ديال اليوتيوب المهم ما كليتش الخبز كليت اومليت وكليت لافوكا وصافي كويز القهوه حيت عارفه راسي غادي ما ناكلش الخبز بزاف صافي هادشي اللي كاين ايوا هذا ما كان دونك نحطوا الغديوه ديالنا دونك البنات حيت غادي نغطيه بالفريت ما غاديش يبان لكم ها هو الطويجن ديالنا كيفاش كيجي داك المريقه كتجي خاطره ما شهيتكم مع هذاك المليوج ومخيخ سمحوا لي انا شهيتكم باين كيشهي
حيت غندير لي فخيت الفوق وما غاديش يبان لكم. دونك هذا هو الطويجين ديالنا كيجي لذيذ. البنات بغيت نشارك معكم بخرة جديدة ديالي، قولوا لي بالصحة كتحمق. دونك هانتوما شوفوا الشكل ديالها، جات معاها الطبيلات. انا شريتها خصيصا باش نحطها هاد القنيته، وشريت هاد العود ديالها ديال الكلمات. راه عرفتوني كنحمق على ريحة الكلمات، الناس اللي مجربين كلمات راه غادي يكونفيرميو ليا. دونك لا بروميير فوا غادي نجربها معاكم ونقول لكم. الله فكرتني في السعودية الله فنة. زوينة زوينة زوينة. كنبخركم على البنات هانتوما، تبخروا معايا هانتوما فنة فنة فنة. ايوا صافي، بغيت غير باش نشارك معكم البخرة ديالي جديدة وتقولوا لي بالصحة والراحة. ها هي لابواط ديالها. ايوا هادشي اللي كاين البنات. جادور الريحه فنيونه. دونك البنات كانت هذه هي الغديوه ديالنا كيف ما شفتوا معايا. سلطه دو فروي انا ما درت فيها والو. بالنسبه للوليده درنا لهم شويه دي بيبيت دو شوكولا باش ما يحسوش بالفريستراسيون. ايوا شريده والطويجين هاني انا هذا اهداء لواحد السيده اللي كاينه في لي زيتازوني، قالت لك ديروا لي اللحم بالفريت اللي شفت عندك ديك النهار. انا كنهديه لك حبيبه ديالي. ها هو انا صوتت على قبالتك. ايوا هذا المحراج راكم شفتوا، شاهد مخ تاخذ نصيص ولا نصيص. وولدي الا بغى، ولدي اصلا ما تياكلش الخبز اصلا. المهم ما سخنش بزاف، درت غير هذا. ايوا صافي كانت هذه هي الغديوه ديالنا. دونك البنات ما كنسخاش بكم والله. شكرا لكم على التشجيع ديالكم، شكرا على لي كومونتير، شكرا على اي حاجه زوينه كتقولوها في حقي الله يخطيكم عليا. دونك كنتمنى تبارطاجيو لا فيديو ديالي، كنتمنى ديروا لي لايك، كنتمنى تخليو لي كومونتير. وشكرا لكم على الدعم ديالكم. اي على بروشين فيديو ان شاء الله باذن الله. السلام عليكم.